صباح الجوافة، روق يا برنجي. أنا تطردني من المحاضرة؟ أنا هبطلها الشغلانة دي خالص، والواد تامر عليا النعمة وحسين. تامر إيه يا راجل وكلام فاضي إيه؟ روق دماغك. هاي جوهي أنت إمتي؟ هو مدلوع عليها ملوخية ولا حاجة؟ مالها مزرعة أخضر كده ليه؟ بكرة تتبل وتصفر. تصفر؟ صدق يا هيثم إن أنا حبيتك، أنت ابن حلال يا دبور. وأنت حبيبي. إيه السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. أمال إيه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كتكوني لك مزاج كل زي القشطة. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي يا ابني؟ ما أنت مين؟ ما أنت مين برضو؟ أها. إزيك؟ جايز لي خابور يا دبور. دن. بابا. بابا إيه؟ ده أنت اللي بابا. حضرتك ما أنت وأختك ما أنت ما وأنا ولا داري بحاجة. بابا ده خليني أشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا جايين تقدموا ولا جايين تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بيت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لي امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكي؟ ده ابويا. ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برجي العذراء؟ هنكذب من اولها. احمد مرجان بروسيد تو ذا دينز اوفيس. يا استاذ مرجان، في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بانت مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه، وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شايفه بانت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله، مش فاهمه. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. امال بيحبها حب ايه؟ يا ممكن علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو، ما انت مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انت مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمة أنا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا أنكل في النهاية ده قرارها هي. التربية والأخلاق أهم مليون مرة من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك، بس هما ما أجرموش يعني. لا يعيب الطالب أو الطالبة إنهم في قليل من الأحيان يأنتموا مع بعض. برضو ماشي، حقكوا عليا، أنا غلطان. دماغك يا ابن بوسة. دي مش جامعة، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان، انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخبور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان، أحب أقدم لكم الأخ مرجان أحمد مرجان، عضو جديد معانا في أسرة نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي الأخت باكينام، زميلة معانا في الكلية وعضوة هنا في الأسرة. وعرفت إزاي إنها الأخت باكينام؟ الأخت باكينام بتدي دروس دينية لهداية الطالبات في الجامعة. اللهم أرضى عليكي، اللهم أرضى عليكي يا أختي باكينام. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا، انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو، حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان، اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق
واديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي، البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتى من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان، ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين، ودي تفرق ايه؟ سلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتورة؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم ده؟ انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت واقع على البيت، على اخر الزمن مش هعرف اربي فيك. ويلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم؟ هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سبت شغل كله وعدتكم في الجامعة، أما تشوف اخرتها ايه؟ يلا انت واقع على البيت. يلا. خلاص اليغم اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتبهوا وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جايب الدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. تطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها انا. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل. عارف لو صوتك بيتكلم عليها تاني هقطعك. الو يا مورجان، ما تيجي تفروطي شي وتليط دي في ماسوره نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شويه. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي. هاي هيثم. هاي بيبي. عمر ما جاش؟ عمر مات، بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. تعالي. هاي. هاي. ابوك بيشتغل ايه يا دبور؟ حرامي. حرامي؟ سرق ايه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ المزرعه. عندكم مزرعه؟ سجن المزرعه، واخد 15 سنه. امال انت بتصرف من ايه؟ فلوس ابويا. انت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. امال انت بابا بيشتغل ايه؟ ده الشيك انكل بابا هيثم. معاه في المزرعه. وانت ابوك بيشتغل ايه؟ انت كده فله. أبوك بيشتغل إيه؟ فلة. صباح الفجولة، اخبط دي. إيه دي يا دبور؟ أكسس مدعيز. أكسس إزاي يعني؟ ما هي ليلة كول زي دي عايزة باور يا مورجان عشان تخش في المود وتبقى بويس دي بو. أبقى إيه؟ أوعى تكون بتنام يا دبور، أنا عندي محاضرة الصبح مع جيهان مراد ودي حطاني في دماغها. تفتكر لنا حاجة عايزها يا مورجان، بلاش تبصنا على الصبح. الحباية دي هتخليك ملك ولا ضفدع الدكر في موسم التزاوج. وبعدين يا مورجان أنا استحال أذيك، أنت أنتيمي. أنتيمك إزاي؟ ما تحترم نفسك يلا. مالها دي؟ مالها دي يا دبور؟ ماكسسة. مالها؟ ماكسسة. ماكسسة؟ بتعمل كده ليه أنت؟ ماكسس. أنت كمان ماكسس؟ أنتوا الاتنين ماكسسين؟ مش معنى أنا مش ماكسس. Chihuahua.
خايفين عليك. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضرة، ممكن مفتاح عربية؟ شيواوا 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 شيواوا. راح فين يا بابا؟ تبعنا في المحاضرة هنا.